السلام عليكم ابو محمد قديم، شو معنا الفيديو لحدك تشوف المقطع كامل قبل يبدا الفيديو، عودك تشترك في القناه ونسئلها اكبر عدد من المشتركين واضغط لايك ونسئلها اكبر عدد من اللايكات. والله نبدا الفيديو. بعدين الفيديو بيمسحوا العربيه عشان ايه يلونوها، هي لونوها دلوقتي. بص بيشيل الهواء اذا بتعمل فيزا او حاجه، بص هو ساخن هيشيل الهواء ويظبطها. بص عامل فيراري حاطها، مش عامل ازاي بدل ما تلونها ولا حاجة. لا دي غزل البنات، رسم قلب عاملها، شالها راح تطلع، عامل اكتر من واحد، مش عامل ازاي. في شكل بيفتح الجزازة بالآلة الحفار، في آلة الحفار آلات الصقيلة. بص هيشيلها دلوقتي، شالها ازاي، واو شوف شالها ازاي. دي برضو بتمسح العجلة، تمسحها. دي برضو تعمل ايه زي المشهد الاول، هتلونها برضو، تعملها بالهواء الساخن، بعد كده بتقطعها بآلة حادة، بعد كده هتبرز. شوف عامل ازاي، واو شكل مرة روعة، شكل مرة روعة. دي برضو شوف دي بتاعت مقالي الطعام، مقالي الطعام. شوف واحد راح لمكانه ازاي، يعني ممكن يقع، هو مش واثق من نفسه، كان ممكن يقع على طول. دي بتملى كوباية رهوة، بص الرهوة، لك الرهوة بص مش بتجع، بتروح كده وتروح كده تطلع فوق على طول. حط الحباب الشفاط، بعد كده ايه امتى بقى ياخد، تعدي الجنود، انتشر اليومين دول، بعده من 10 وانت نازل. ادي 7 6 5 4 3 2 1. انت هو يعمل صفر اهو، صفر كده، ايه صفر كده، خلصت هو العرض. كمل هو بالتصوير البطيء، حاول تضيف سلايد لافكر تعب اللون الهوية. شوف التصوير البطيء عامل ازاي، سلو موشن عامل ازاي، فورنا ازاي التصوير البطيء برضه ايه بيفيدنا برضه في حاجات كتير. التصوير البطيء ده واو، يبقى بيخاف اسمه ايه، بيسد بيفرح منه المية. شوف ضغط المية عامل ايه، انفجار انفجار، دي بيقطع حاجة اللي يقطعها، لا دي اسمها الكيسة بيفرجحها. شوف انا عملت ازاي في الاخر، ده عربية في مكانها بطلع دخانة، حط بتاعنا هنا وبتاعنا طلع دخان على طول. واو شوف دي برضه بيمسح نوع العربية من القيمة. دي بص المية، ضغط المية يشيل أي حاجة، ده ممكن يقطع الحديد ضغط المية ده. شوف بتنضف ازاي بسرعة، بتنضف بسرعة ازاي، واو بتنضف بسرعة. دي أحلى الشفايف، لا عشان يلونه ولا يعمل شكل دلوقتي، واو شكل عامل ازاي مرة روعة. دي طاهر، دي اللون، دي بيضة، حط البيضة على البتاع، دي حط مقص، كن واحد، كن واحد، دي جل، دي ستيك. عامل ازاي لزج، عامل ازاي بيروح كده ويروح كده. دي بتشفط الاسمنت، قال الضغط شوط الشطر فوق. شوف بيقول لك عامل ايه، عامل ايه في الرصيف، عامل ازاي منتهى الدقة. دي بتصنع المفاتيح ولا ايه ده، شوف دي بتصنع المفاتيح، دي كيف بتصنع المفاتيح،